Thank you.
تقول مش عاوزة تقل. الموسيقى الكلب دي انا بتخيلها حاجة مش مظبوطة، يعني الاوتار مش مظبوطة على بعضها بتدي، ما انا متأكد انا خليها كده. تخيلت ملحنين لحن لحن واحد، يعني كلمات راحت بدل ما تروح لعبد الوهاب راحت لزكريا راحت لأي بالبلح. فاللحن أساسا مشهور اسمه قول لي عمل لك يعني. الكلام لو كان امام زكريا احمد الله يرحمه كان هيلحنه ازاي؟ طبعا اللحن ده احنا ننساه ونتخيل زكريا احمد كان هيكون كده. تقريبا درجتين اتنين من الاوتار ماسكهم وبيغني فيه، فتخيلته كده. السودانيين دول برضو لهم طابع معين سلم الخماسي، فبتخيل برضو كذلك. يتميز باللزم الدسمة والريتم المتزن كذلك، فتخيلته كذلك. Thank you.
اسماعيل كان من الحاجات الجاز بقى غاوي الاسلوب الجاز، فبرضه تخيل